السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة أسمر الجزائري. الوصفة اللي كامل طلبتوها مني واللي هي طاجين الزيتون. هذه المرة جبت لكم طاجين الزيتون بالدجاج وليبولات ومقامة 120 واحد. قبل ما نبدأ الفيديو برك خلوني نرجع على هذا اللي كومنتري قال لي سيادتكم راهم في الصواريخ وانتم شادين الكوزينة. معليش هما راهم في الصواريخ ان شاء الله يتحطوا على راسك. بالنسبة لي انا هذا واش قادر عليه؟ قول لنا برك انت واش راك داير فيه ولا قاعد غير تعس في فلان وفلتانة واش داروا واش ما داروا غير تشرك الفم. هنا بينت بلي المستوى تاعك صفر يعني مستوى ومستوى منحر. الله يهديكم. هذا شو نقول لكم؟ بسم الله بركة الله نبدأ وصفتنا تاع نهار اليوم اللي هنا عندي 10 كيلو تاع الزيتون. وديت لهم الخل قرعة تاع الخل وحطيتهم في الماء يغلوا لمدة ساعة باش نحلوا كامل هذيك الملوحية تاعهم. وهنا كما تعرفوا عندي شامبينيون مقطع وكاين هذاك الشامبينيون اللي يجي حب بصح مالح مالح كما نقولوا احنا تجليح ولا نقولوا مالح سبخة باش نحلوا الملوحية تاعو. هذوك تغلوه بالخل ولا بالقارص باش نحاولوا هذيك الملوحيه. ولكن هذه الفكره حطوها مليح في راسكم انكم ديروا له تقريبا كاس نتاع السكر حسب الكميه. هنا عندي 3 كيلو ديك تقريبا كاس تاع 220 مللتر معمر بالسكر ونخليه يغلي لمده تقريبا ساعه. راح تشوفوا هذيك الملوحيه تاعو تنحات كامل ولا هذاك الشامبينيون بزاف بنين. ما تخافوش ما تقولوش باللي يولي حلو ولا هذاك السكر راح يتنحي له هذيك الكميه الزايده تاع الملح اللي فيه ويخليه ما شاء الله. بالنسبة للوصفة تاعي هنا عندي زوج كيلو تاع بصل راح نزيدنا نلحي معاه هنا عرف تاع كرافس. الكرافس دايما يعطيكم واحد البنة ما شاء الله حتى في المرقة البيضاء ولا المرقة الحمراء بنة ما شاء الله. هنا عندي الكويس تاع الدجاج عندي 120 مرسو تاع كويس تاع الدجاج اللي مشوط ومغسول بالخل والملح ودرت له معاه الفرينة خليه يقعد معاه تقريبا واحد ربع ساعة ومن بعد نشلو باش نحلو ديك السفورية. الفرينة تساعدو باش نحلو السفورية تاعو. هنا عندي زوج كيلو تاع بصل مرحية مع كرافس عندي 250 غرام نتاع الثوم مرحي وعندي هنا كيف طماطم اللي تقريب كيلو مرحية. راح نحط هذيك الثوم هنا الثوم كي تشوفها هذا مرحية بس كون ريحتها بشوية تاع الزيت يعني نصف طن الثوم زوج كيلو انت بصل مرحية مع عرف تاع كرافس. ما نرحوش مع الورق نرحو غير العرف برك تاع كرافس. هنا عندي تقريب كيلو تاع طماطم حب اللي دايما في المرقة البيضاء تاعي نحب ندير فيها طماطم باش تكاسي لي لا كولور وتجي كولور تاعها بزاف شابه وتجي لا كولور كشغل عسلية. هنا بالنسبة لزيبيس درت زوج عرف نتاع القرفة عود ودرت مغرف معمرة مليح تاع ماكلة كمون ومغرف معمرة مليح راس الحانوت ومغرف معمرة مليح نتاع ماكلة معمرة فلفل أسود. وراح نزيد ندير عليها الملح. هنا تقريبا راح ندير ربع مغارف نتاع الملح. انتم هنا الملح عينكم هي ميزانكم يعني دائما نقولكم ديروا الملح معلوم ما تكثروش كي تذوقوها تحسوها باللي مازالت شوية مسوسة زيدوا لها الملح. إذا شتوها باللي سوا خلوها كما راهي باش ما يغلبكمش الملح. هنا راح ندير زيت حوالي تقريبا هنا زوج كيسان نتاع الزيت باسكو نعرف كيما نعرفوا الدجاج انه فيه الشحوم تاعو راح يطلق باللي يطلق الهدام نتاعو. هنا عندي شويه ولا ربطه تاع زعتره صغيره مع ورقه تاع الرد حزمتهم كيما راكم تشوفوا وحطيتهم لداخل. انا نحطو دائما على نار تكون فوق المتوسط لان عندي كونتيتي كبيره ماشي كما نطيبو في الدار. دائما نقولكم على نار متوسطه لا كي كون طيبو حاجه تاع كونتيتي النار نقولها دائما نقوي النار ونبدا نقليها. شوفوا حتى تطلق هذيك المياه تاعها شوفوا كميه الماء تاع هذا الدجاج كما تقلى والبصل والطماطم. علاش نقليها مليح باش تطلق هذيك الماء كي نعود نزيد لها الماء ما نزيدوش الماء كميه كبيره لانه الحلاوه كامل ولا البنه كامل او تطلقها الدجاج مع هذيك التقليه تاع البصل والطماطم. شوفوا كيفاش هنا راح نزيد الماء ماشي حتى وين نعوم الدجاج لا لازم الدجاج هيك شغل يبان من الفوق. دوك تشوفوا علاش باش من المرقه تاعي ما تجيش ماها. وزيد على ذلك لانه بعد كي راح تزيد طيب وتغلى هذيك الخضروات راح يطلقوا الماء تاعهم ما حتى الدجاج راح يطلق واحد الماده تاع المياه هكذا شغل هذيك راح تجي سوا. شوفوا كيفاش شفتوا كيفاش ما عمرتهاش كامل بالماء غطيت عليها وخليتها طيب. الوقت اللي طيب الدجاج كيفاش نعرفوا بلي طاب كي تشوفوا كي ترفدوا الكويس تاعكم ولا الصدر تحسوه نصل يعني اللحم نصل على ولا اللحم انفصل على العظم كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه نعرفوا بلي الدجاج تاعنا طاب. ودائما في المراقي تاعكم ولا الشطحه تاعكم ما تخلوش الدجاج يطيب بزاف باش كي نقولوا حنايا ما يذوبش كامل في المرقه ولا في العصوص تاعكم.
هنا نحاول نحي الججب لا من في التول نكسره. شوفوا كيفاش ندير، نرفد ديك الكيمور تاعي نحطها بجنب تاع المربيطه ونطلع غير باش الكويس ولا هذاك المرسوم تاع الجاج تاعي كيما نقولوا حنا ما يتكسروش. هنا نحيته كامل، صفيت هذيك المرقه من هذاك الدجاج. وهنا واش راح ندير؟ هذاك الدجاج راني صفيته كامل في السنيوات وخليته بجه. من جهه اخرى عندي هنا 3 كيلو تاع زروديه مقطعه شرائح وشغل جايه بجه كما نقولوا حنا سيفلي، يعني على جنب. كما نقولوا حنا كما طيبوا تقطعوا المقروض ولا حاجه دائما تقطعوا على جهه. هذيك هي التقطاع تاع زروديه تاع طاجين الزيتون، ونحطه في المرقه تاعنا. المرقه تاعنا النار شعل عليها ونحط عليها هذاك الزيتون بعد ما تغلى تقريبا لمده ساعه، نخليه يتغلى مليح مليح. انا دائما كنغليه غليه مره واحده ما نعاودوش التغليه تاعو. ندير له قرعه تاع الخل، الخل الابيض ولا الاحمر ما يهمش، اي خل عندكم فرغوه يعني حسب الكونتيتي اللي عندكم، ونخليه يغلى مليح 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 حتى نذوقوا ونشوفوا باللي تنحات له هذيك الملوحيه تاعو. خلاص نصفيه. انا عندي 10 كيلو تاع زيتون دينويوتي، وهذا كيف كيف هذاك الشامبينيو ولا الفطر اللي كنت غليته بالسكر باش نحلو هذيك الملوحيه اللي فيه. والله في واحد الملوحيه ما تقدروا تاكلوه. هنا بعد ما طابت هذيك المرقه وزادت خثرت لنا وزادت هذيك الزروديه دخلها الطياب، خلاص رحت لها شريحه تاع الليمون حبيها بزاف بنا في طاجين الزيتون تاعنا. وهنا رايحين نطفيو عليه. شوف كيفاش الوجه تاع المرقه كيفاش راه يبان ما شاء الله، وحتى صلصات بالخاثره هايله. هكذا نرجعوا للجاج تاعنا. واش راح ندير له؟ راح نملحوه، راح نرش له رشه تاع الملح ونزيد له كذلك رشه تاع الفلفل الاسود الفلفل الكحل. هذا كامل ندور عليه نرشه هذا غير بشوي بشوي ولا غير النسمه باك ياخذ ديك النسمه تاع الفلفل الاسود وذاك الملح، لانه كنت تاكلوا فيه كنت تعودوا راح تاكلوه راح تحسوا فيه واحد الطعمه ما شاء الله. من جهه اخرى راح نخدم لي بوله التوعيه اللي فيها 200 غرام تاع الثوم مرحي، عندي ربطه تاع معدنوس، ملح، فلفل اسود مغرف تاع ماكله فلفل الكحل، مغرف تاع ماكله كمون، وزوج حبات تاع البيض. هنا حسب لا كونتيتي اللي عندكم، الكميه اللي عندكم. وهنا كما الكميه تاع الفيون داشي اللي عندي 10 كيلو. واش راح ندير هنا؟ باش راح نخدمها لي بولات، راح نخدمها على شكل اصابع. شوفوا كيفاش على شكل اصابع. هنا بعد ما خلط هذيك المكونات مليح جيدا مع الفيون داشي نسموه اللي شفناه باللي خاصو شي كمون ولا فلفل الكحل، راح نزيدوا شويه كي تشموا الريحه تاعو وتعرفوا هو يعطيكم الخبر. هنا شكله على شكل اصابع، يعني حنديروا تقريبا كما طاجين شوى تاع قسنطينه. هنا بعد ما كملت كامل هذيك لي بولات نتوعي ولا الاصابع تاع لافيون داشي اللحم المفروم، واش راح ندير؟ دائما هذه الخطوه نعملها اني ناخذ شويه من الصلصه نتاع هذا الدجاج تاع الدجاج ونفرغوا على لافيون داشي تاعنا. نسيت باش نقول لكم هذا الزيتون في بلاصه الدجاج تقدروا تطيبوه باللحم عادي جدا، المهم تبعوا هذه الخطوات. يعني اذا درتوا اللحم ديروا، اذا ما درتوش الدجاج ديروا اللحم، ونفس الطريقه يعني ما تختلفش حتى في البهارات في كل شيء. هنا احنا نرفد باللي رفدت كميه تاع هذا من المرقه تاع طاجين الزيتون باش ما تنشفش طاجين الزيتون باش ما ينشفش من المرقه تاعو. يعني هنا زدت له شويه نتاع الماء يكون سخون، دائما التمرق تاعكم مرقوا بالماء يكون سخون. وهذا نحطوه في النار ونخليه يطيب بلا ما نقعدوا نحركوا فيه. وهنا عندي طاجين الزيتون تاعي فرقته في كارتشو كما راكم تشوفوا هنايا، ونغلق عليه ونخليه. هذه ما شاء الله تشد السخانه لمده طويله، يعني من 5 ساعات 6 ساعات ويشد السخانه تاعكم كشغل هذا وطيبتوها. شوفوا هنا الفيون داشي تاعي ولا اللي هذوك الاصابع، يعني نشدوا المرميطه غير مع الطرف كما راكم تشوفوا ونحركوا، ما نحركوهاش بالمغرف لحاجه باش ما يكسرولناش هذيك البولات نتاعنا. لا بصح تحركوها حتى وين تدي الغليه، كي تغلى حركوها ثم تعرفوا باللي البولات تاعكم تضمنوا انهم ما يتكسرولكمش. ودائما نديروا البيض في البولات نتاعنا في البيض داشي باش نضمنوا انهم ما يتحلوش، ولازم تعجلوهم مليح مليح باش كي تحطوهم في لاصوص ما يتحلوش في المرقه. شوفوا المرقه نتاعهم كيف جات ما شاء الله خاثره عاقده، وشوفوا حتى لاكولور تاعها ما شاء الله. هنا كيف كيف راح نحطها في هذا الكارتشو ونغلق عليها ونخليها. دوكا واش راح نديروا؟ راح نرجعوا للدجاج نتاعنا ونوريكم واش راح ندير.
هنا في مقله كبيره واسعه ولا عندكم اي مقله ولا برميطه حطيت فيها انا زوج قطع نتاع الزبده نتاع حوالي 250 غرام في الوحده، وحطيت انا 2 لتر نتاع الزيت، ونحطهم على نار تكون فوق المتوسط شويه، ونبدا نحمر في الدجاج نتاعي، لان التتبيله تاع الملح ونتاع الفلفل الاسود راح كي تاكلوا الدجاج تاعكم تحسوا فيه واحد البنه ما شاء الله هايله، ما يجيكش وما يجيكم الصامت. وهذيك الزبده اللي درتها راح يخلي ولا يعطي وجه شباب في التحمار، في التحمار الدجاج نتاعي شغل انا بلا ما درته في الفور درته غير في الزيت، ويخرج واحد التحميره ما شاء الله. اذا درته في الفور، اذا درته في الفور تدوا شويه من لاصوص تاع الزيتون وتحطوها في الصينيه تاعكم قبل ما تدخلوا الفرن باش هذاك الدجاج تاعكم ما ينشفش، ومن الفوق يعني تذوبوا شويه تاع الزبده ولا زبده وزيت تخلطوها وتدهنوا الدجاج تاعكم باش ياخذ لك الوجه الشباب نتاع التحميره، ودائما ترشوه بالملح والفلفل الكحل هذا كي تدخلوا للفرن، ولا تطيبوا في الزيت طيبوه بهذه الطريقه عادي جدا مش راح ينشف لكم وراح يجي هايل وتجي في واحد البنده ما شاء الله. انا عندي شريحه تاع شريحه تاع الليمون اللي كانت تقريبا 2 كيلو وربطتها مع الدوس اشيتها مليح مليح وخلطتهم مع بعض. هنا رانا في طريقه التقديم تاعنا ما شاء الله، وفي اخر الفيديو نخلي لكم بعض التعليقات اللي ما شاء الله اللي حفزوا، يعني انا درت القرعه ورفضت هذوك التعليقات وحطيتهم باش ما تزعفوش عليا، وكل مره نفوت شويه تعليقات اتبعكم. وهذا هو الطاجين تاعنا طاجين الزيت، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو وخذيتوا معلومات، واللي ما يعني ما فهمش مليح ولا حاجه يراسلني على الانستغرام اسمر الجزائري، ان شاء الله راح نجاوبكم على كل شيء يعني، واللي نطول عليهم باش ما نجاوبهمش في الانستغرام نقول لهم ما تزعفوش عليا راهم عندي بزاف رسائل لازمني كامل نرجع عليكم. وما بقى غير نقول لكم تهلاو في راحتكم بزاف بزاف، شكرا جزيلا على الدعم نتاعكم، سلام.